مع توفيق قريشي، اهلا بك. اهلا وسهلا، نحييك ونحيي كل متتبعي قناة الجزائرية. شكرا لك. قل لي في البداية، السؤال اللي تكرر مع كافة الضيوف البارح واليوم، وش يعني لك هذا المنتدى، منتدى التجديد في كرة القدم الجزائرية؟ لا أعتقد أننا نعتبره وقفة تقييمية، يعني وقفة نقيم بها المشوار اللي مضى، والوقوف على الإيجابيات والسلبيات، ومحاولة البحث للقضاء على السلبيات وإيجاد حلول لهذه السلبيات، وتحسين أو تطوير كل ما كان إيجابي في المرحلة الماضية. أن هذا المنتدى الهدف منه كان جمع كافة عائلة الكرة القدم الجزائرية هنايا، يعني باش نصيبوا حلول، باش نشخصوا المرض الكرة الجزائرية ونصيبوا حلول، ولكن لاحظنا غياب الكثير من الفاعلين، مدربين النوادي ما كاش، رؤساء الأندية كاين كثير اللي ما حضروش، لاعبين كذلك. وشنو هو التعليق ديالك على هذا الأمر؟ ممكن هادو راهم تغيبوا، ممكن بعثوا لهم استدعاء تغيبوا أو غيبوا، هذا السؤال ممكن ما قدرش نجاوب عليه، ولكن تمنينا ان كل الفاعلين في كرة القدم الجزائرية يكونوا موجودين في هاد الندوة. سي قريش، هاد يعني هاد المنتدى ربما باش نقول باللغة الفرنسية لي انسبيري منتدى وخد اخر كان في التسعينيات مع الرئيس المرحوم رشيد حرايق رحمه الله. برك اليبوك كنا درنا توصيات ولكن ما طبقتش، وكرة الجزائرية بقات دائما في دوامة العرب، بقينا ندور ونديروا توصيات وما طبقوهاش. وشنو هو الفرق بين اليوم وبين الندوة تاع التسعينيات؟ ممكن جدا ان في الندوة الماضية كانت حلول اكثر نظرية من هي ميدانية. نتمنى ان اليوم، لان تكلمت لك من باب الخبرة اللي عشتها في الندوة الماضية، تكون حلول ميدانية اللي قادرة تطبق بسرعة داخل الميدان. اما اذا حلول تتطلب وقت وتتطلب إمكانيات كبيرة، ما أعتقدش نسميها حلول، ولكن عراقيل أخرى اللي ممكن قادرة تعرقل وتضيع للوقت بالنسبة لإيجاد حلول لكرة القدم الجزائرية. واش نقدروا نديروا حنايا اليوم باش هذه الحلول أو التوصيات تطبق؟ أسكو ربما بالك على الاتحاديات دير قوانين صارمة وتعاقب كل نادي ولا كل شخص ما احترمش هذه القرارات، ولا وشنو هو الحل باش تطبق؟ خاطر رانا دون ان سيركل فيسيو. دوك نقول لك، أنا نقول لك مثل يقول الدوله ما تقدرش وحدها، وبدون دوله ما نقدروا نديروا اي حتى حاجه. انا اقول لك الحلقه الاساسيه في هذا في ايجاد الحلول هي على مستوى النوادي. اذا كان النوادي لعبوا دور وشاركوا في هذا المشروع ويشاركوا بجديه في هذا المشروع، اعتقد ممكن يكون عندنا امل. شكرا لك توفيق، وحنا نتمناو انه يعني يتحسن المستوى وتحل كل مشاكل كرة القدم الجزائرية. نبقى دائما في الجانب التالي.